طيب لكن عموما نروح للخبر اللي بعديه، وهو اتحاد الكورة بيحدد 50 فردا فقط لحضور مباراة الزمالك والأهلي في الدوري العام. اللجنة الثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجالد قررت حضور 50 فردا فقط لمباراة القمة الـ21 بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي. 50 فرد من مجلس إدارة الناديين سواء من الزمالك أو الأهلي، وأرسل اتحاد الكورة خطابا إلى إدارة كل نادي يخطرهم فيه بإرسال الأسماء المقرر حضورها في مباراة الغد بين الزمالك والأهلي، بمعنى إن 25 فرد لكل نادي طبعا في مباراة بكرة بإذن الله.